قولي كما كنعرفوا ان السلطات قالت باللي ليله راس السنه مور 8 د الليل ما كاين خروج ما كاين احتفالات، انت شنو الراي ديالك في هذا القرار هذا؟ كيفاش كيبان لك؟ فالحظر التجوال في ليله راس السنه هو له بعدين، بعد ايجابي من الناحيه الصحيه وبعد سلبي من الناحيه الاقتصاديه، خصوصا مجموعه من لي سيكتور سيرتو ديفيمونسيال والتوريزم اللي هما فريمون كلاو كما تنقولوا بالعاميه ناسا، لان هذا الوقت هذا كان منتظر جميع الناس اللي تيشتغلوا في هذا الاخر بانهم يقدروا ينتعشوا شي شويه، لان اكثر من 7 شهور او 8 شهور ديال 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 اللي هما الناس ديال المعاناه اللي هما الناس حابسين، ناس عندها عائلات، ناس عندها شركات عندها مصاريف. فكنا بحكم الاشتغال ديالي في الدومين ديال ليفيمونسيال كنا تنتظروا هاد راس السنه ونهايه السنه باش يمكننا اننا ما امكن اننا نشتغلوا شي شويه، ولكن مع الاسف القرار اللي كان هو قرار ايجابي من الناحيه الصحيه انه ما غيكونوش التجمعات، انه ما غاديش يكونوا خصوصا في الشارع العام ما غيكونوش التجمعات. كنت اتمنى شخصيا انه ما يكونوش تجمعات في الشارع، ولكن كان يمكن يكونوا احتفالات في المطاعم، ياخذوا ما امكن الاحتياطات بواحد نسبه قليله او نسبه ناقصه في الملء ديال النسبه لا المطاعم ولا الفنادق، يمكن يكونوا احتفالات خاصه، ما نكونوش في الشارع العام بصح لان الشارع العام، ولكن نسبه من الناس في المطاعم او في الفنادق، خصوصا في الفنادق كان يمكن ان يكونوا برامج تحكي في الان الفنادق كامله فهي محترمه البروتوكول الصحي، حتى في راس السنه يمكن يكون احتفال ويكون غالبا يبدلوا الجو، لان ما تنساش بان راه اكثر من 9 شهور ديال الضغط النفسي، فهي هذه مناسبه كانت اللي نخرجوا فيها الضغط النفسي ونحركوا فيها الاقتصاد اللي كان بزاف ديال الناس كانوا يقدروا يستافدوا منه، وفي احترام تام للمعايير الصحيه. طبعا القرار الاول والاخير هو ديال السلطات اللي هي اللي تتعرف اشنو يصلح وشنو ما يصلحش. الناحيه الصحيه كيف ما قلت فاحنا مع القرار، لانه خصوصا في اماكن العامه وتنعرفوا شارع محمد الخامس بالضبط او لاكوت ديال كازا ولا ديال طنجه ولا جامع الفنا ولا شارع محمد السادس في مراكش، كيفاش تيكونوا؟ كان بامكان اننا نخليو الاحتفالات الخاصه ونمنعوا الاحتفالات اللي هي عامه وكبيره. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.